فانا شايف ان تاجيل الدوري اول نادي يعني اول نادي استفاد منه احنا، لان احنا شفناه في نهضه بركان. نهضه بركان لما جينا نلعب لما عندنا النواقص دي كان اول حاجه نفكر فيها اللي هي الدوافع الجديده للعيبه، لان طبعا موقفهم في الدوري مش كويس العاشر، فكنا عايزين نخلق دوافع للعيبه. كابتن طارق بيخلق دوافع في المعسكر، واحنا كاداره ممثلين الاداره ان احنا ازاي نقدر دوافع جديده. فكان لهم مكافئات، طلعنا بعض المكافئات اللي هي الماديه اللي دور الاداره نعمل ايه، فطلعنا مكافاه وقعدنا نشتغل نفسي بقى على اللعيبه، نقعد مع واحد واحد، الكابتن طارق يقعد مع واحد واحد، انا اقعد مع واحد واحد، نشوف ايه المشاكل اللي عندهم، لان احنا عايزين اللعيبه تخرج من اللي هي فيه، عشان صحيح. احنا عندنا بطوله مهمه جدا، احنا مسؤولين قدام جمهورنا ان احنا نفوز ونعدي المرحله دي. ونهضه بركان انا شايف ان هي ما كانتش الفرقه اللي كسبوها ايام زمان، كانت ما كانتش كويسه، لكن احنا عندنا نواقص كتير. يعني احمد عبد الفتاح كان بيلعب وعنده الضمه وعاطينه حقنه الجون، واللي قاعد محمد شحاده صغير. تمام، فانت عندك نواقص كتير جدا، كنت هتكملها بايه؟ والعنصر المهم وانا بقول عليه ان هو رقم واحد كان الجمهور. لما جينا نشوف الجمهور ندخله خلاص بقى في بطوله افريقيا، مش في الدوري خلاص، ما لناش بقى. أيوة. لقينا بيقولوا لنا ان انتوا لكم 1000 بس. 1000 بس ازاي يا عم؟ ده انا الكابتن طارق كان معول على الجمهور، كان يقول لك خلاص انت عارف بقى جمهور بورسعيد هنزق بيه خلاص بقى، واللعيبه لما تشوف هتلاقي ضغط تاني موجود هتلعب. خلي بالك احنا تعادلنا 2-2، احنا كنا مغلوبين 1، تعادلنا وكسبنا 2، لو معانا جمهور ما كناش تعادلنا. انا بقول لك ما كانش تعادلنا، كان كمل النواقص بتاعتنا اللي موجوده في الفرقه، لكن ما لقيناهوش. ما لقيناهوش لاسباب يعني، طبعا مجلس اداره اجتمع وكلفنا احنا وبعض مجلس اداره، خدنا مجموعه وقعدنا وشفنا، طبعا كلام يحترم طبعا من الامن وكلام يعني، بس انا كنت قاعد في القعده وانا محمد الخولي والشامله وبعض مجلس الاداره بنقول له احنا محتاجين بس الماتش ده، محتاجينه بس معانا. يعني الماتش ده هو اللي هيفوقنا. طيب قصه الجمهور كانت معانا، اثرت معاكوا سلبا؟ انا شايف ان هي من اسباب خسارتنا عدم وجود جمهور في المدرجات، لان لما تيجي تشوف ابراهيم مع الكابتن حسام حسن لما كنا بيلعبوا بورسعيد، انت شفت منظر الجمهور كان عامل ازاي؟ صحيح. والله العظيم تلاقيت انا حتى في المحاضره يعني، وكابتن طارق في كوره جت من ورا مسعود وعدت عشان الناس دي ما تروحش زعلانه. صحيح. فطبعا لما بتقدرش تدخل جمهور في بعض الناس بتزعل. في ناس تقول لك احنا عايزين نروح ورا فرقتنا، طب احنا عملنا اللي علينا، هنعمل ايه اكتر من كده يعني؟ ما نقدرش نقول لحد اكتر من كده، خلاص هو قرار لجنه خلاص ولازم نحترمها. ومشكور يعني الناس من الامن فهمتنا بعض الاشياء اللي ما ينفعش نقولها، احترمتها جدا يعني، احترمتها، ما كناش عارفين احنا دايما بنبص ايوه ده، فلما احترمناها وخلاص ولعبنا ب1000.